السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم ومستمعينا الأكارم. أقامت إدارة المنطقة الوسطى بالتعاون مع هيئة الزكاة ندوة حوارية في مدينة معرة مصرين، والحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الأستاذ عبد الرحمن السبع، مسؤول العلاقات العامة في هيئة الزكاة. أستاذنا الكريم، لو تحدثنا بشكل عام عن هذه الندوة. وجهت لنا منطقة المنطقة الوسطى، إدارة المنطقة الوسطى، دعوة لإقامة ندوة حوارية مع فعاليات ووجهاء بلدات المنطقة الوسطى. قمنا بتلبية هذه الدعوة من أجل التحدث عن واقع مؤسسة الهيئة العامة للزكاة، وين وصلنا، وين وصلت أعمال المؤسسة. كالعادة كان في جمع كبير من الأخوة الفعاليات والنخب المجتمعية، التقينا فيهم. الغاية الأساسية من هذه الندوة هو الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم ووضعهم في صورة أين وصلت المؤسسة من الأعمال أو بالمنجزات خلال المدة الماضية. شكرا لك أستاذنا الكريم. ومعنا أحد الحاضرين في هذه الندوة، الأستاذ معن دياب. أستاذنا الكريم، لو تذكر لنا ما رأيك بهذه الندوة. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة كانت الجلسة جلسة عامرة وطيبة بتفاصيل دقيقة حول الزكاة ومصاريف الزكاة وكيفية جمع الزكاة، وكانت هذه الجلسة هي عبارة عن توضيحات جيدة جدا لتصل إلى عامة الناس كي يعرفوا طريقة عمل هيئة الزكاة التي يجهلها الكثير من الناس. فكان هذا الاستماع مع هيئة الزكاة مع أخوتنا في المنطقة الوسطى كان جلسة تقارب وتوضيح جيدة يجب أن تصل إلى كل الناس. إذن مستمعينا الأكارم، كما سمعنا أقيمت هذه الندوة في مدينة معرة مصرين لمناقشة المزارعين وأصحاب المعاصر في المنطقة. كان معكم أحمد بدوي لراديو الثورة من مدينة معرة مصرين شمالي إدلب.